حول البحث عن المعرفة العالم إلى قرية صغيرة حيث يسعى الناس في جميع أنحاء العالم بحماس للتفاعل واكتساب معرفة جديدة من بعضهم البعض. لقد تم تحقيق هذه الخطوة بفضل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث لم تعد المسافة اليوم عائقاً أمام التواصل. على هذا النحو فإن معظم المنظمات والمؤسسات التجارية قد تبنت اليوم استخدام هذه التكنولوجيا وجنت بالفعل وراءها فوائد عديدة. ومع ذلك لم يشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الجامعي بالإضافة إلى مستويات التعليم الأخرى في المغرب خصوصا نجاحا كبيرا مقارنة بميادين أخرى كالطب والهندسة. سنحاول في هذا التقديم اكتشاف بعض العوائق التي تحول دون نجاح دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم مع التركيز بشكل خاص على التعليم الجامعي، ثم سنقترح حلولا محتملة لهذه الحواجز، كما سنقدم بعض التوصيات التي إذا تم تبنيها ستعالج إلى حد كبير بعض هذه العوائق التي تحول دون دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. إن عملية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الجامعي عملية معقدة واجهت حتى الآن عدداً من العقبات والصعوبات. تعرف هذه الصعوبات باسم الحواجز barriers، ويعرف الحاجز بأنه أي شرط يجعل من الصعب إحراز تقدم أو تحقيق هدف ما. وقد أظهرت الدراسات أن العديد من المنظمات والمؤسسات التجارية تجني بالفعل كما قلت فوائد جمة من استعمال هذه التكنولوجيا، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقطاع التعليم وخاصة التعليم الجامعي. يمكن تصنيف العوائق التي تحول دون دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم العالي إلى فئتين: الحواجز الخارجية والحواجز الداخلية أو الجوهرية. تشمل الفئة الأولى ما يسمى بالولوجيات وعامل الوقت وموارد الدعم والتدريب. أما الحواجز الداخلية كمستوى من الدرجة الثانية فتشمل المواقف والمعتقدات والممارسات ومحاولات التغيير. وعلى العموم فإن الحواجز الخارجية ترتبط بالمؤسسات، بينما ترتبط الحواجز الداخلية بالأساتذة والإداريين والطلاب. كما يصنف بعض الباحثين هذه الحواجز بالطرق التي ترتبط بها بالفرد نفسه، مثلا حواجز على مستوى الأساتذة وتشمل ضيق الوقت وانعدام الثقة ومقاومة التغيير. أما على مستوى المؤسسات أي الحواجز على مستوى الجامعة فهي تشمل غياب التدريب فعالة في حل المشاكل التقنية وصعوبة الوصول إلى الموارد. يمكن كذلك تقسيم هذه الحواجز إلى حواجز مادية وحواجز غير مادية. ومن بين الشروط المادية نقص عدد أجهزة الكمبيوتر أو نسخ البرمجيات، وتشمل الحواجز غير المادية معرفة الأساتذة ومهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وصعوبة دمجها في التدريس وعدم كفاية وقت الأستاذ كذلك. وهذه باختصار أهم العوائق التي تحول دون دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح في عملية التعليم والتعلم. الافتقار إلى الكفاءات والمهارات، وهذا يعني أن إدماج هذه التكنولوجيا في التعليم يواجه صعوبات نتيجة لقلة تطوير مؤهلات الأساتذة في هذا المجال واحتياجاتهم في مطالب النظام التربوي. محدودية الولوجية والإمكانيات التقنية، وهي تشكل واحدة من المشكلات الرئيسية لإدماج هذه التكنولوجيا في التعليم، حيث لا يتمتع الأساتذة والطلاب بحرية الوصول إلى هذه التقنيات في معظم الجامعات وخاصة المغربية. لا يستطيع الأستاذ الولوج إلى الأنترنت أو أدوات تكنولوجيا المعلومات داخل قاعات الدرس، وقلة قليلة منهم يضطرون إلى دفع مبالغ مالية لشركة الاتصالات من أجل ذلك. كما أن انعدام مراكز التكنولوجيا المعلومات والاتصالات
داخل ما يسمى بآي سي تي سنترز وداخل الجامعات بشكل واسع، هذا يشكل عائقا كبيرا حتى وإن تواجدت، فإن الأساتذة والطلبة لا يستطيعون الولوج إليها بسبب ندرتها أولا، وبسبب الأعطاب التقنية المتكررة التي تصيبها. عامل ضيق الوقت، يعد ضيق الوقت عائقا رئيسيا وحاسما في ثقافة الجامعة ودمج التكنولوجيا فيها، أو حيث يفتقر الأساتذة إلى الوقت الكافي لتطوير مؤهلاتهم المهنية في تقنيات المعلومات، وبسبب أيضا الإكراهات المهنية والاكتضاض في صفوف الطلاب. ثم هناك عامل معارضة التغيير، وتعتبر معارضة التغيير من أكبر الحواجز التي تحول دون دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، لأن التغيير صعب، صعب الاحتضان، وليس من السهل إقناع الأساتذة لتبني هذه التقنيات، لأن التغيير ينبغي أن يأتي على مراحل نذكر منها 5 مستويات. أولا الإعداد، حيث يتم تدريب الأساتذة على كيفية استخدام هذه التقنيات. ثانيا التبني، حيث يستخدم الأساتذة التقنيات الجديدة كأدوات مساعدة وتكميلية في سياق أساليب التعليم والتعلم التقليدية. ثالثا التكيف، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة لتوسيع وإفراء المناهج الدراسية بصفة تدريجية ومقننة. ثم هناك التخصص، حيث نصل مرحلة التخصص، حيث يتم دمج هذه التقنيات واستخدامها نظرا لصفتها الاستثنائية والفريدة. وأخيرا مرحلة الابتكار، حيث يتم ابتكار مجالات جديدة حتى يصير استخدام التقنيات مناسبا للحالات الخاصة لكل جامعة على حدة. علاوة على كل هذا، ونظرا لمحدودية إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر في قاعة المحاضرات والفصول الدراسية وعدم كفاية التكوين والتدريب، يجد الأساتذة صعوبة في كثير من الوقت في تدبير الطرق لموازنة الاحتياجات الجماعية والفردية للطلاب. فحتى التعلم القائم مثلا على المشاريع بروجكت، والذي يمكن إدارته بسهولة بإدماج التكنولوجيا، لم يتم بعد تبنيه من قبل العديد من الأساتذة اليوم. هذه بعض الحلول المقترحة لرفع هذه الحواجز في التعليم العالي على الأقل. أولا القرارات السياسية، إن استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصال في عملية التعليم والتعلم هي الأكثر صعوبة، وأن تكون هذه المحاولة ولكي تكون هذه المحاولة مثمرة، ولن تكون كذلك ما لم تخطط لها وزارة التعليم والجامعات وتزود المدارس والجامعات بالموارد المناسبة، حيث يحتاج الأستاذ إلى التعرف على الفوائد التي يمكن أن تسهم بها التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم قبل أن يكونوا على استعداد لتنفيذها في قاعة المحاضرات الخاصة به. ثانيا التطوير المهني للأساتذة، وهذا الأمر ضروري للغاية، لأنهم سيكتسبون مهارات وينقلونها، حيث يجدون طرقا لدمج استراتيجيات جديدة في المناهج الدراسية وإلى الاهتمام للاستراتيجيات التربوية وطرق التقييم العصرية. قضية تدبير الوقت، إذا كانت الجامعات تنوي تحقيق نتائج جيدة في مجال إدماج التكنولوجيا، فينبغي تخصيص أسبوع واحد على الأقل في نظرنا في السنة لأنشطة الأساتذة خارج قاعة المحاضرات. خلال هذه الأنشطة يجب أن يطلع الأساتذة على أهم الابتكارات في مجال التكنولوجيا التعليمية، والتي يجب شرحها بالتفصيل وكيفية استخدامها ودمجها في عملية التعليم والتعلم. اعتبار العوائق كفرص ينبغي استغلالها، يجب أن ننظر إلى الصعوبات التي تواجه إدماج التكنولوجيا كفرص للتطور لا كمحبطات، ولا ينبغي أن يكون الأمر مخيبا للأمل، بل يجب أن يتحول إلى تعلم يمكن من دعم إدماج التكنولوجيا بطريقة فعالة. ثم يتطلب إدماج التكنولوجيا مثابرة واستمرارا من طرف الأساتذة في مرحلة التنفيذ، لأن هذه المرحلة في أكثر الأحيان تتطلب أن يكون الشخص ثابتا في محاولته ومؤمنا بأهدافه. يجب أن تكون عملية التعلم والتعليم والتغيير
متكاملة لكي تصبح عملية إدماج التكنولوجيا في التعليم مرنة، وتعتمد كفاءتها على نموذج التحفيز الذي تطوره الجامعة وإعداد جميع أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ الابتكارات. تشير الأبحاث إلى أنه يمكن تحقيق إدماج هذه التكنولوجيا بنجاح إذا كان الأساتذة يجمعون بين دورهم كمؤطرين وأنظمة الدعم المتاحة لهم، فهم يحتاجون أولا إلى إصلاح مفاهيم التعلم ليكونوا قادرين على اعتبار استخدام أجهزة الكمبيوتر كأدوات لبناء المعرفة وليس كأدوات لإدارة الفصول. من الممكن حل مشكل مقاومة التغيير من خلال كما قلنا دورات تدريبية للأساتذة والطلبة والإداريين على هذه الأساليب التربوية الجديدة، وكذا ورشات في كيفية إعداد سيناريوهات البيداغوجية وتحديد الأهداف وتقنيات تقييم التعليم عن بعد موجهة خصيصاً للهيئة التربوية. ثم هناك حاجة ماسة للتركيز على التكامل التكنولوجي أثناء التدريب الأولي الموجه للأساتذة من خلال نمذجة الاستخدام التعليمي للتكنولوجيا. بعد الاطلاع على هذه العوائق التي تحول دون دمج التكنولوجيا في التعليم، هذا مرخص لبعض التوصيات. أولا، ينبغي أن توفر الجامعات موارد تكنولوجية في الاتصالات، في ذلك بما في ذلك شبكات الاتصال والبرمجيات. يجب تشجيع انفتاح هيئة التدريس على طرق التدريس الحديثة. يجب أن يستفيد الأساتذة من الموارد التي تقدمها الجامعة. يجب على الجامعات تنظيم دورات تدريبية منظمة في هذه المناهج. ينبغي أن توفر الجامعات دورات تدريبية كذلك في الأجهزة والتقنيات الجديدة. ينبغي أن تقدم الجامعات خدمات متواصلة ودعماً تقنياً وتوفير الولوج إلى الأنترنت داخل مختلف مرافق الجامعة، وأن توفر أجهزة مثل الكمبيوتر بأثمنة مناسبة بالنسبة للطلبة. ثم يجب تشجيع الأساتذة الذين يستعملون التقنيات الحديثة والتعليم عن بعد ومكافأتهم إدارياً ومادياً.